مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تمام. انا سلوم وهي قناتي الوان تيوب، وكل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله العيد هاي السنة بيكون خير وسلامة وعافية عليكم متابعينا الغاليين. فيديو اليوم حنحكي فيه عن قناة ديما كام. مين هي ديما وشو مواضيعها وشو تفاصيلها؟ تعالوا نتعرف عليها مع بعض. اسم ديما كام هو اسم الشهرة على اليوتيوب للصبية ديما محمد أبو جياب، وديما بتحمل الجنسية الفلسطينية وبتسكن في غزة وبالتحديد من المنطقة الوسطى، وبتبلغ ديما من العمر 16 سنة. وانولدت ديما بتاريخ 15/9/2005 ميلادي، وحالتها الاجتماعية عزباء غير متزوجة، وبتدرس في الصف العاشر، ومعدلها هاي السنة 95%، ومعدلها السنة الماضية كان أعلى من هاي السنة، وديانتها الإسلام وملتزمة بلبس الحجاب. لو بدي أخلى الحجاب كنت خلعته زمان، على فكرة أنا لبسته من سادس ابتدائي، يعني أصلا كنت صغيرة على الحجاب بس أنا كنت حابة ألبسه. ثاني شغلة بس أعمل هيك ستايلات، فهذا الإشي بعمله عشان أحبب البنات اللي مش متحجبين بالحجاب. عن عيلتها، عدد أفراد أسرة ديما أبو جياب 7 أشخاص. اسم والدة اليوتيوبر ديما أبو جياب غادة. المادة الدراسية المفضلة لديما هي مادة الرياضيات. موهبة ديما اللي بتحبها هي الغناء. زمن ما في من يقلب عليك لاوة، اسمع مني يا فلان. وكمان ديما موهوبة بالعزف على آلة العود وبرجها العذراء، ولونها المفضل هو اللون الأبيض. وفنان ديما المفضل اللي بتحب أغني وبتسمع له كتير هو الفنان أمجد جمعة. ديما بتحب كتير الدبكة الشعبية الفلسطينية والتراث الفلسطيني الأصيل. ديما غنت أمام الجمهور قبل سنة في احتفال حضر جمهور كبير في منه فنانين من غزة ومن برا غزة، واللي غنته أغنيتين للفنانة الراحلة أم كلثوم، وكتير انبسط الجمهور من جمال صوتها. وفي هاي الحفلة قدرت ديما تكسر حاجز الخوف والرهبة وتستمر في تطوير موهبتها، وهلأ صار الغناء شيء أساسي بحياتها. مخاوف ديما بهاي الدنيا انها تخسر حدا بتحبه زي امها او ابوها او اخواتها، لانها متعلقة فيهم كتير. ديما ملتزمة بالصلوات الخمسة وما بتترك قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة. بلشت ديما شغلها على السوشيال ميديا قبل سنة ونص تقريبا، وبالبداية اهلها ما كانوا متقبلين الامر، لكن ديما بلشت وشوي شوي تقبلوا اهلها الموضوع وصاروا يدعموها ويفتخروا فيها ويشجعوها على انها تستمر وتطور نفسها. فتحت ديما ابو جياب قناتها على اليوتيوب بتاريخ 15/3/2019، ووصلت قناة ديما كام اكتر من 1,000,000 مشترك، وحققت ملايين المشاهدات. وعدد الفيديوهات اللي نزلتها على قناتها ديما كام 89 فيديو. أما حسابها على الإنستجرام فيه أكتر من 480 ألف متابع. ديما بتنزل على قناتها باليوتيوب مقاطع فيديوهات وهي بتغني أو بتعمل تحديات غناء، وفيديوهات كتير عن تفاصيل حياتها اليومية والعائلية ومشترياتها وطريقة حياتها. ونجحت ديما إنها توصل لعدد كبير من الجمهور اللي عم بيزيد يوم بعد يوم، وقدرت إنها توصل بسرعة للشهرة والنجومية، وصار لها متابعين كتير على مواقع التواصل الاجتماعي. وبتمنى ديما انها تستمر بالنجاح وتوصل للشهرة اكتر. ديما صبية طموحة رغم صغر سنها، ورغم ظروف قطاع غزة اللي كلنا عارفينها، الا انها قدرت توصل موهبتها للعالم الخارجي من خلال الغناء واليوتيوب. وعرضت عليها اكتر من جمعية ومؤسسة برا غزة عقود عمل، الا انه ما زبط الشيء لوجودها داخل غزة مو خارجها. بهيك بنكون تعرفنا مع بعض على اليوتيوبرز الصاعد ديما كام. وفي نهاية الفيديو ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وكمان ما تنسوا تتابعوني على الانستغرام، حطيت لكم الرابط بصندوق الوصف وبأول تعليق. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.